بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الفرقة الخامسة، كلية الطب، أطباء المستقبل، طيب الله أوقاتكم بكل الخير. رمضان كريم عليكم، ربنا يحفظكم ويرفع عنا البلاء والوباء وتنتهي أزمة كوفيد 19 على خير إن شاء الله. النهاردة إن شاء الله هنتكلم مع حضراتكم على موضوع هام وشيق جدا في نفس الوقت، وهو موضوع النيفروتيك سيندروم، أو بالعربي بيسموه المتلازمة النيفروزية. مطلوب مننا في النيفروتيك سندروم نعرف الحاجات دي الأول، وهنبتدي نتكلم على كل حاجة بالتفصيل. الأول حاجة نعرف يعني ايه النيفروتيك سندروم، وبعد كده نعرف أسبابها ايه، وبعدين مهم جدا نعرف الباثوفيسيولوجي بتاعها، ومن الباثوفيسيولوجي هنطلع بالكلينيكال برزنتيشن وهاو تو انفستيجيت اند هاو تو مانج ذيس بيشنتس. وبعد كده دايما الاهل بيسالوا على هو الطفل ده هيحصل له ايه يا دكتور بعد كده، اللي احنا بنسميها البروجنوزز. وفي النهايه هنتكلم على بعض الترمات اللي المفروض حضرتك تعرفها عن النيفروتيك سيندروم. مبدئيا يعني ايه نيفروتيك سيندروم؟ نيفروتيك سيندروم معناها الاربع حاجات الموجودين عند حضرتك دول. اول حاجه اللي هو البروتينوريا. بروتينوريا معناها وجود بروتين في البول، وهنا لازم يكون ليها مواصفات زي ما هنقول عليها بعد شوية، ان هي تكون هيفي بروتينوريا. وهنتكلم يعني ايه هيفي بروتينوريا. طبعا لما يحصل بروتينوريا معناها نزول البروتين في البول، ده بالتبعية هيؤدي الى ان نسبة البروتين في السيركيوليشن هتقل، ويحصل عندي هايبو بروتينيميا. بما ان اكتر حاجة بتنزل في النيفروتيك سندروم في البول هو الالبومين، وبالتالي اكتر حاجة هتقل في السيركيوليشن هي الالبومين، وبالتالي احنا ممكن نسميه البومينوريا، يعني وجود البومين في البول بلس هايبو البومينيميا اللي هو نقص الالبومين في السيركيوليشن. بالتبعية لما يقل الالبومين في السيركيوليشن اللي هو بيعمل المين اوزموتيك بريشر اوف او انكوتيك بريشر اوف سيركيوليشن، هيحصل عندنا اديما، وده هنعرف برضو ليها اسباب تانية في الباثوفيسيولوجي. برضه هيحصل عندنا في العيانين دول، ومش في كل العيانين لكن في نسبة عالية منهم، بيحصل هايبر لايبيديميا، مينلي الكوليسترول، وبنسميها هايبر كوليستيروليميا، ودي برضه هنعرف في الباص في الثيولوجي ليه هي بتحصل الهايبر لايبيديميا دي. يبقى وات ايفر بقى العيان جاي لي وانا عندي الكرايتيريا دي اللي هي هيفي بريتونوريا، هايبوبروتينيميا، جنراليزد ايديما، بلس هايبر كوليستيروليميا، في الحاله دي انا هسمي النيفروتيك سندروم ايا كان هي سببها ايه، لكن هي دي النيفروتيك سندروم اللي المفروض حضرتك تعرفها وتشخصها، وبعد كده تتفهم بعد كده سببها ايه، وبعد كده هاو تو مانج. الاول الايتيولوجي بتاع النيفروتيك سندروم. النيفروتيك سندروم دي ممكن تيجي تصيب الكلية فقط، وبالتالي في الحالة دي بنسميها احنا ايه، بنسميها primary or idiopathic nephrotic syndrome. ودي ليها انواع حسب شكلها تحت الميكروسكوب، بس في منها المينيمال تشينج نيفروتيك سندروم، وده الكومنست تايب في البيدياتريك ايج، وفي الاف اس جي اس او الفوكال سيجمنتال جلوموريولوسكلروزيس، وفي الممبرينو بلوريفرتيف جلوميرولونيفرايتس، والممبرينس جلوميريولوباسي، والسي 3 جلوميريولوباسي، والاي جي اي نيفروباسي. انت في سنه خمسه مطلوب منك تعرف بس ان في برايمري وفي منها سكندري، وبرايمري دي معناها اللي هو جاست اونلي ذا ديزيز ستارتد اند افكتس اونلي ذا كيدني، اما سكندري معناها ان في سيستميك ديزيز والكيدني افكتد من ضمن السيستمز اللي اتافكتد في الجسم. البرايمري الايديوباثيك هو الكومنست في الاطفال، وزي ما قلنا الكومنست تايب فيها اللي هو المينيمال تشينج نيفروتيك سيندروم. طيب سكندري ده زي ايه بالظبط؟ سكندري ممكن يحصل نتيجه لوجود انفكشن في الجسم، واشهرهم زي ما انتم عارفين في حاجه اسمها التورش انفكشن او الكونجنتال انفكشنز، زي السيفاليس، زي التوكسوبلازما، سايتوميجالوفيروس، الروبيلا، الهيباتيتس بي اند هيباتيتس سي فيروس، الاتش اي في، اتش اي في انفكشن، بلس الملاريا. وعلى فكرة الملاريا من أشهر causes of nephrotic syndrome في أفريقيا. برضو ممكن يكون غير الانفكشن systemic disease especially immunological disorders زي systemic lupus erythematosus
او بعض الماليجنسيز زي اللوكيميا او الليمفوما and other vasculitis syndromes. Drugs like penicillamine, gold, non-steroidal anti-inflammatory, mercury, الهيليون, هيدينين and lithium. ولو ان الحاجات دي يعني نادرا ما بنشوفها، لكن mainly اللي بنشوفه اكتر بيبقى يا اما secondary to systemic disease or secondary to infection. في ترم ثالث اسمه الكونجينيتال نيفروتيك سندروم. والكونجينيتال نيفروتيك سندروم هنا means نيفروتيك سندروم، بس الانست بتاعتها حصلت في اول 3 شهور من العمر، يعني من ساعه الولاده لغايه اول 3 شهور من العمر. لو الطفل جاله نيفروتيك سندروم زي ما عرفناها في الاول، في الحاله دي بسميها كونجينيتال نيفروتيك سندروم. ودي ليها انواع بتتشاف ب بالبيوبسي، ودي زي الفينش تايب، وده اشهرهم، وده اللي بيجي في الاطفال الفنلنديين، وفي الدينش تراش سندروم اند كونجينيتال انفكشنز. يبقى خد بالك الكونجينيتال انفكشنز موجوده في السكندري وموجوده في الكونجينيتال. والفيصل ان هو البرزنتيشن بتاع النيفروتيك سندروم حصل في اول 3 شهور فسميها كونجينيتال، او حصل بعد 3 شهور فهي سكندري بس حصلت بالكونجينيتال انفكشن. يبقى تاني هنا الكومنست تايب اوف نيفروتيك سندروم في البيدياتريك ايج هو البرايمري او الايديوباسيك تايب، واشهر نوع في الايديوباسيك اللي هو المينيمال تشينج نيفروتيك سندروم، وهو ده اللي هنتكلم على الباثوفيزيولوجي والديتيلز بتاعته. ده صور بتوضح حاجة بس عشان تفتكر الكيدني. زي ما انت شايف الجروس اناتومي اوف ذا كيدني، يبقى في عندنا الاوتر كورتكس والانر ميدلا، وداخل فيها رينال ارتري، وخارج منها رينال فين، ونازل منها اليوريتر اللي بينزل بقى اليورين عشان يوصل للبلادر. الفانكشنال يونت اوف نيفروتيك اوف ذا كيدني هي حاجه اسمها النيفرون، وكلكم عارفين ان الكيدني كل كيدني فيها مليون نيفرون تقريبا. النيفرون زي ما انت شايف كده بيتكون من الجلوميرولس ومن الرينال تيوبيولز. الجلوميرولاس دي هي اللي بيحصل فيها المشكلة بتاعة النيفروتيك سندروم. زي ما انت شايف على يمين الشاشة كده، الجلوميرولاس دي بتتكون من لوب اوف كابيلاريز، زي ما يكون باسكت كده الموجود داخل حاجة اسمها الباومنز كابسول، اللي هي متصلة بعد كده بالبروكسيمال كونفوليوتد تيبيولز. زي ما انت حضرتك شايف كده، ادي ده مقطع كبير جدا او رسم علشان نوضح لك بيه الكابيلاري، وعليها خليه ابيثيليال سيل مشهوره جدا اسمها بودوسايت، ودي هي دي كل المشكله اللي بتحصل فيه. البودوسايت دي عباره عن خليه زي الاخطبوط كده، ليها جسم من فوق اللي هو البودوسايت سيل بودي، وليها اذرع من تحت اللي احنا بنسميها البودوسايت فود بروسيسز. ودي غالبا اللي بيحصل فيها الفود بروسيس دي مليانه بروتينز، والبروتينز دي اصلا ليها جينز معينه، الجينز دي بتدي اوردرز، علشان الجينز دي تدي بعد كده اوردرز علشان يتكون البروتينز دي وتعمل السيتوسكيلتون بتاع الفود بروسيس. لما بيحصل اي مشكله في الجين ده، البروتين ده ما بيتكونش كويس، وبالتالي بيحصل عندنا ديفكت في الفود بروسيسز اوف ذا بودوسايت، ودي اللي بتساعد في حدوث مشكله تسرب البروتين من الدم اللي هو موجود في الجلوميرولار كابيلاري ونزوله الى الباومنز كبسول بكميات كبيره، ويحصل عندنا النيفروتيك سيندروم. ده سيمبلي فور يو، يعني مش هنتكلم على كل بروتين لوحده، لكن ده علشان تبقى انت حضرتك واخد بالك من قصه ازاي بيحصل الباثوجينيسيس. ودي برضو صورة تانية بتوضح مقطعية كده، بقول ده على شمال الشاشة كده اللون الاخضر ده البودي بتاع البودوسايت، وانت طالع فوق كده هتلاقي في البودوسايت فود بروسيسز اللي هي متقطعة كده، اللي هي احنا واخدين كروس سيكشن، وده بيبين اللي هو ازاي بيحصل اسكيب اوف بروتين فروم انسايد ذا بلاد تو ذا سبيس اوف ذا باومنز كبسول، اللي هو ينزل في اليورين يعني عن طريق مين الفينستريشنز اللي ما بين الاندوثيليوم اوف ذا بلاد كابيلاري، وكمان ان بتوين ذا بودوسايت فود بروسيسز. هنا بقى خلينا نتكلم مع بعض على
ازاي بيحصل القصة دي بعد ما ادينا المقدمة دي في الباثوفيسيولوجي. في النهاية هو بيحصل عندنا ديفكت في الاميون سيستم، ما كانش حد عارف ليه بيحصل ديفكت في الاميون سيستم، لكن زي ما هنقول بعد شوية هو معظم الكلام بيتكلم على ان في سيتوكاين ديفكتس بيحصل عندنا في التي لينفوسايت والبي لينفوسايت افكشن، ويحصل عندنا بعض السيركولاتي سبستانسز موجوده في السيركوليشن، وهي دي اللي بتعمل ديفكت في البرميابيليتي بتاعه الجلوميرولار كابيلاريز، ويحصل عندنا البروتينوري. يبقى في النهايه احنا عندنا وات ايفر ايه اللي بيحصل، لكن في النهايه ان احنا عندنا بيحصل increased permeability of the glomerular capillaries، وبالتالي بينزل كميات كبيرة غير طبيعية من البروتين بتحصل لها اسكيب وتنزل في اليورين، يحصل عندنا بروتينوريا. البروتينوريا دي لما بتنزل في اليورين، وبالتالي زي ما قلنا هتؤدي بالتبعية الى نقص البروتين في السيركيوليشن. وزي ما احنا قلنا مين اللي بينزل في اليورين اكتر، هو الالبومين. لما ينزل الالبومين، والالبومين بينزل ليه يا جماعه؟ لان هو ده غالبا لو مولكولار ويت بروتين، وده بسهوله جدا ينزل في اليورين، وبالتالي يحصل عندي مين اللي هو الهايبو البومينيميا. والهايبو البومينيميا دي انتوا عارفين الالبومين ده عامل زي العمده موجود جوه السيركيوليشن، وطول ما هو موجود جوه السيركيوليشن بيلم الايه اللي هم الناس حواليه، الناس دي اللي هي الميه، وبالتالي طول ما هو موجود في السيركوليشن كاوزموتيك بريشر او انكوتيك بريشر عالي، فالفلويد موجوده حواليه. وانس ان هو يقل يبتدي الناس تنفض من حوله وتسيب السيركوليشن وتخرج وتروح للانترستيشال تيشز، ويحصل عندي الاديم. يبقى اهم سبب لحدوث الاديمه في النفروتيك سندروم هو الهايبو البومينيميا، اللي بالتبعيه بيحصل معاها ديكريز في البلازما انكوتيك بريشر، وبالتالي الفلويد هتسيب السيركوليشن وتخرج بره في الانترستيشال سبيسز، ويحصل عندي الاديم، وده المين كوز. طب ايه التبعيه التانيه لما بيحصل عندنا هايبو البومينيميا؟ لما بيحصل عندي هايبو البومينيميا بيحصل عندنا ان الجسم بيحاول يعوض القصه دي عن طريق الهيباتيك بروتين سينثيسز. من ضمن البروتينز اللي سهله التصنيع في الليفر اللي هي اللايبوبروتين، وبالتالي يحصل للعيان ده هايبر لايبيديميا، واشهر حاجه بيبتدي تصنيعها هو الكوليسترول، وبالتالي عندنا بيحصل له هايبر كوليسترولين. طيب في بعض العيانين ما يبقاش عندهم هايبر كوليسترولين، ده بيرجع لايه؟ بيرجع الى السينسيتيك باور اوف ذا ليفر. ممكن يكون الليفر بتاعهم مش على قد الفانكشنز، او في مشكله في الليفر عنده، وبالتالي مش عارف يعمل يعوض عن طريق البروتين سينثيسز، وبالتالي نسبه تصنيع اللايبوبروتين هتبقى قليله، وبالتالي ممكن بعض الحالات ما تلاقيش معاهم هايبر كوليستريليميا، لكن معظم الحالات فعلا بنشوف ان عندها هايبر كوليستريليميا في حالات النفروتيك سندروم. طيب بالتبعيه الثانيه لما الفلويد، على شوف بقى على شمال الشاشه كده، بالتبعيه لما حصل الالبومين قل والفلويد ثابت السيركوليشن وخرجت بره السيركوليشن، احنا قلنا حصل اديمه، طب جوه السيركوليشن ايه اللي هيحصل؟ هيحصل عندنا ان الانترا فاسكولار فوليوم هيقل، يحصل هايبوفوليميا يعني، وده هيؤدي الى ايه؟ الجسم برضو يحاول بيعوض. مبدئيا بيظهر عندنا ان الجسم بيحاول يعمل سيكريشن لحاجه اسمها انتي دايوريتيك هرمون، يحاول يحافظ على الووتر داخل الجسم عن طريق الانكريز الووتر ريابزوربشن من الكولكتنج دكت، وده في حد ذاته هيساعد في حدوث الاديمه ليتر اون. طيب كمان لما يقل الانترافاسكولار فوليوم اللي هي الهايبوفوليميا، هيبتدي يحصل عندنا برضو ان نسبة الفلويد اللي واصلة للكدني هتقل، اللي بنسميها رينال هايبو برفيوجن. لما يقل البرفيوجن للكدني، كلكم عارفين لما يحصل رينال اسكيميا يبتدي يحصل عندنا ستيميليشن اوف ذا رينين سكريشن من الكدني، وستيميليشن اوف ذا رينين انجيوتنسين الدوستيرون سيستم، وده يحصل عندنا يدينا في النهاية سولت ريتنشن، اللي هو عن طريق الصوديوم ريابزوربشن من التبيولز بيزيد، وده بيساعد برضه ليتر اون في حدوث الاديم. يبقى لما اسالك واقول لك هو العيان ده بيحصل له بتاع النفروتيك سندروم يعني ليه بيحصل له اديمه، هتقول لي اشهر ثلاث اسباب، لكن مين الشهير والاول لازم يذكر؟ هو حدوث الهايبو البومونيميا اللي بتؤدي ديكريز في الاوزموتيك او الانكوتيك بريشر، وبالتالي هتؤدي الى اسكيب اوف ذا فلويد انتو ذا انترستيشال سبيسز، وتؤدي الى الاديم. لكن السببين التانيين المساعدين في الموضوع اللي هو
الرينال هايبوبرفيوجن اللي بيؤدي الى انكريز في الانتي دايوريتيك هرمون اللي بيعمل ووتر ريتينشن، وبيؤدي الى اكتيفيشن اوف ذا رينال الدوستيرون انجيوتنسين الدوستيرون سيستم اللي بيؤدي في النهايه الى انكريز في السولت ريتينشن، ويؤدي في النهايه الى حدوث الجنرالايزد ايديما. زي ما قلنا قبل كده ما كانوش عارفين ايه اللي بيحصل في الايديوباسيك نيفروتيك سندروم، عشان كده كان بيسموها ايديوباسيك. لكن الكلام الجديد انه هو مش جديد، هو بقاله يمكن سنين دلوقتي، ان هو ده اميون باثوجينيسيس عن طريق تي سيل ديفكت او بي سيل ديفكت. وبعض الناس بيقولوا ان في سيركيوليتنج فاكتورز هم بتبقى موجوده في السيركيشن بنسب عاليه بتساعد في حدوث البرميابيليتي. من ضمن السيركيوليتنج فاكتورز دي اللي هو فيريوس سيتوكاينز اند مولكيولز. المهم في النهايه ان كل الحاجات دي بتؤدي الى انكريز للبرميابيليتي اوف ذا جلوميرولار كابيلاري، وتعمل ماس بروتينوريا وديكريز في السيرم البومين، ويبتدي يحصل عندنا القصه بتاعت النفروتيك سندروم. طبعا بداوا يفكروا ان ده immunological بروسيس او في اميون ديزيز، لان الديزيز ده بيستجيب للتريتمنت with كورتيكوستيرويد. فبداوا يحطوا ليه باثوجينيس او ثيوري كده، انه طالما بيستجيب للاسترويد يبقى احتمال يكون ده immune suppression، يبقى احتمال يكون في اميون باثوجينيسيس. وبداوا يدوروا معاه وفعلا لقوا بعض الحاجات دي. لكن في النهايه هنرجع ان كل حاجه ليها genetic basis، وكل زي ما اتفقنا ان كل بروتين موجود في الفود بروسيسز بتاعه البودوسايت ليه جين موجود، والجين ده هو اللي مسؤول عن تكوين البروتين ده. ولو حصل فيه ديفكت بيحصل ديفكت في البروتين اللي موجود في الفود بروسيسز اوف بودوسايت، وبالتالي هيؤدي الى انكريز بيرميابيليتي اوف جلوميرولار كابيلاري، وينزل عندنا الالبومين في اليورين. تعالى بقى نتكلم على ازاي العيان ده بيبدا يحصل له او كلينيكالي يبقى بريزنتد ليك بايه. مشهور جدا احنا كل الكلام اللي موجود ما فيش عندنا كلينيكالي غير حاجه واحده بس، العيان جاي بايديما. يبقى كل الفكره كلها ان هم هيبتدوا الاهل او الام بالذات تيجي تشتكي وتبقى منهاره، وتقول لك الطفل صحيت لقيت وشه مورم، بيبدا الورم ده حوالين العينين، وغالبا تقول لك مش قادر يفتح عينيه من الورم لان الورم بيبقى شديد فعلا. وبعد شويه تقول لك وشه بدا يبقى مدور وعامل زي المون فيس كده من الإديمة الشديده. وبعدين بدا الشراب يعلم في رجليه، يبدا يحصل عنده لور لمب إديمة. ولما الامور تتطور ممكن يحصل عنده سكروتال إديمة في الميل وفالفال إديمة في الفيميل، بلس ان ممكن السيرا الساكس يتجمع فيها فلويدز، يبقى في عنده أسايتس، وممكن يحصل بلورال افيوجن، وممكن يحصل بريكارديال افيوجن في السيفير كيسز. يبقى الحاجه الاساسيه بتاعتنا هي اديما. لما اقول لك اوصف لي الاديما بتاعه النفروتيك سندروم او بتاعه الرينال ديزيزز عموما، تقول لي ان هي ستارتد اراوند ذا ايز، يعني بيبقى في بافي اي ليدز، وبعدين زين بروجريس ان ذا فيس، زين بروجريس تو بي لور لمب اديما. وفي الحاله دي غالبا يعني بنسبه هي بتبقى كده، يعني بتبقى بايلاترال وبينلس اند جنراليزد اديما وبيتنج اديما. بيتنج يعني لما تعمل بالصمب تضغط على الانتيريور سيرفيس اوف ذا تيبيا، يبتدي يحصل عندنا ديسبليسنج للفلويدز بلو ذا سكين، وبالتالي يحصل عندنا زي علامه مكان صباعك كده، فعشان كده نسميها بيتنج. النقطة التانية الإديمة دي زي ما قلنا لو بروجريسد هتبقى في السكروتال إديمة في الميل وفالفال إديمة في الفيميل، وزي ما قلنا ممكن يبقى معاها سيروس ساكس إفيوجن. هو بس كده الإديمة؟ لا، ممكن العيان يجيلك بإديمة ويجي معاه كمان اللي هو الكومبليكيشنز اللي ممكن تحصل في العيان ده. طب إيه هي الكومبليكيشنز الوارد حدوثها في العيان؟ اول حاجه واشهرهم الانفكشنز، ودي كتير جدا بتحصل في العيانين، وعلامتها المشهوره جدا الفيفر. يعني النفروتيك سندروم از افيبرايل ديزيز، يعني ما فيهوش فيفر. وانس ان انت لقيت فيفر يبقى العيان عنده ايه؟ انفكشن. طبعا في اسباب او اسئله كتير، هو العيان ده يحصل له انفكشن ليه؟ هنقول لك كده. الانفكشن دي ممكن تحصل نتيجه ليه؟ اول حاجه واهمهم انه ممكن بيفقد الاميونوجلوبولينز في اليورين. الاميونوجلوبولينز دي عباره عن بروتين صح؟ فينزل الاميونوجلوبولينز في اليورين.
الحاجة التانية ان العيان ده بيحصل له ان كمية الفلاود inside the circulation قليلة، وبالتالي من ضمن الاورجانز المهمة جدا في catching الانفكشن والبروسيسنج اوف اورجانيزمز هو مين؟ هو السبلين. فالسبلين بيحصل له هايبوبرفيوجن، بيروح له برضو كمية بلاد قليلة، وبالتالي الفانكشن بتاعت السبلين بتبقى قليلة، ونسميها فانكشنال هايبوسبلينيزم. هايبوسبلينيزم دي او وطبعا السبلين مش عارف يتعامل مع اورجانيزمات، اشهرهم الكابسوليتد اورجانيزمز اللي هو المننجوكوكاي والنيوموكوكاي والهيموفيلس انفلونزا. عشان كده العيانين دول احنا بنديهم فاكسينيشنز اجينست ذيس 3 كابسوليتد اورجانيزمز. برضه من ضمن الكوزز اوف انفكشن عند عنده اديمه واللي موجوده في السبكوتينيوس تيشوز فلويدز، والاديمه از ا جود ميديا فور انفكشن. بلس ان العيانين دول بيتعالجوا بالكورتيكوستيرويدز، ومن ضمن الحاجات الكورتيكوستيرويد دي بتعمل اميون سبريشن، وبالتالي لان زي ما قلت لكم ان الثيوري بتاعه ان العيان ده بيكون عنده ديفكتيف اميون سيستم، بيشتغل بطريقه مش مظبوطه، وبالتالي احنا بنعمل له ايه سبريشن. بس انت كده وقفت كل الفانكشن بتاعت الاميون سيستم، وبالتالي عنده ممكن بسهوله جدا يحصل له الانفكشن. من اشهر الانفكشنز اللي بتحصل ممكن تحصل في اي حته، لكن المشهور جدا يحصل عندنا سيليولايتس، ممكن يحصل عندنا ريسبيراتوري تراكت انفكشن سواء ابر او لور ريسبيراتوري تراكت انفكشن، ممكن يحصل يورينري تراكت انفكشن، ممكن يحصل جاسترونترايتس، وات ايفر اي حته في الجسم ممكن يحصل فيها انفكشن. النقطة بقى التانية المهمة، العيانين دول ممكن يبقى presented ب acute kidney injury اللي احنا كنا زمان بنسميها acute renal failure. طب هو العيانين دول يحصل لهم acute kidney injury ليه؟ لأسباب كتيرة جدا، من أشهرهم إن كمية الفلويدز اللي واصلة للكدني قليلة، وبالتالي يحصل حاجة اسمها pre renal failure. وده وانس ان انت العيان بدأ يتصلح، بيبتدي ان احنا ايه العيان يجيب يورين ويبدأ الدنيا تتظبط معاه. من ضمن الاسباب التانية للاكيوت كيدني انجري ان العيانين دول زي ما هنقول بعد شوية ان ممكن يحصل لهم حاجة اسمها ثرومبوزز. فلو حصل للعيان ده حاجة اسمها بايلاترال رينال فين ثرومبوزز ممكن يؤدي الى حدوث اكيوت كيدني انجري. طيب ممكن بعض الادويه اللي هي بنستعملها لو الكورتيكوستيرويد فيلد، ممكن تبقى بعض الادويه نفسها تؤدي الى رينال افكشن، ولو ان ده بنشوفه على اللونج ران مش في وقت قريب من بعد التشخيص. طبعا ده المشهور عندنا اللي هم دول اشهر سببين على مستواك في سنه خمسه، المفروض تعرفهم. اشهرهم زي ما اتفقنا الهايبو برفيوجن للكيدني او البريرينال، والاسباب التانية المشهورة اللي هو البايلاترال رينال فين ثرومبوزز. طيب في نقطة تانية، العيان ده بيحصل له ثرومبوزز ليه؟ العيان ده ممكن يحصل له ثرومبوتيك اتاكس ديو تو، اولا احنا قلنا نسبة الفلويد في السيركوليشن قليل، وبالتالي يحصل عندنا سلاجش سيركوليشن، وبالتالي بسهولة جدا يحصل عندنا مين ثرومبوس فورميشن. زائد ان في بعض الكلام على ان في بعض الاكتيفيتي اوف بعض اوف كواجيليشن فاكتورز بتبقى هاي، بلس ان ممكن يكون في عندنا زي نوع من انواع اللي هو البليتلت اجريجيشن بيبقى عالي. عشان كده العينين دول واحنا بنعالجهم هتلاقيها ريفلكتد في العلاج، بان احنا بندي العينين دول لو دوز اسبرين اللي هو الاسيتيل ساليسيليك اسيد، وده عشان يقلل البليتلت مين اجريجيشن. من اشهر الاماكن اللي ممكن يحصل فيها ثرومبس فورميشن، ممكن يحصل في اللور ليمس ويحصل ديب فينس ثرومبوزز، ممكن يحصل في زي ما قلنا في رينال فينز، ولو حصل بايلاترال يؤدي الى اكيوت كيدني انجري، ممكن يحصل في السريبرال بلاد فيسز ويؤدي الى سريبرال ثرومبوزز، واي حاجه من الاماكن دي ممكن يحصل فيها القصه دي. لكن المشهور جدا ان ممكن يحصل عندنا يا اما دي فينس ثرومبوزز، او ممكن في بعض الاحيان ودي شفناها يعني حالات قليله لكن شفناها، ممكن يحصل في السريبرال بلاد فيسلز. طبعا العيان ده بيمشي على كورتيكوستيرويد فترات، ممكن عشان بيحصل له ريلابسز بعد كده في فترات طويله، ممكن مع اللونج تيرم ستيرويد ثيرابي يحصل كومبليكيشنز اوف كورتيكوستيرويد ثيرابي،
وزي ما انتم عارفين ان الكورتيكوسترويد ليها كومبليكيشنز كتير، من ضمنها الهايبر جلايسيميا، من ضمنها الاميون سبريشن والانفكشن، من ضمنها بانكرياتايتس، الكاتاراكت، الهايبرتنشن، زي ما انت عايز قول. دي بيحصل معاها كتير جدا، ودي برضو ليها عشان ما تنساش برضو كلمة الكاشونايد، نفس القصة كده اللي بيحصل فيها، اللي هو الكاتاراكت والبنكرياتيتس والهايبرتنشن، بلس ان احنا عندنا العينين دول لو في بعض الادوية التانية زي الكالسيونين انهيبيتورز، ودول برضو ليهم سايد افكت زي هايبرتنشن واكيوت كيدني انجري اند اذرز، بلس الريلابس. كلمة الريلابس دي معناها ان العيان ده بعد ما كان مظبوط وكان خد الكورتيكوسترويد وتحسن، او خد الكورتيكوسترويد واذر دراجز، بدأ يحصل له ريلابس. ريلابس اللي هو بدأ يرجع له الديزيز مرة تانية. طيب هو الريلابس ده علشان نتكلم عليه لازم نعرف الريلابس ده معناه ايه. الريلابس ده معناه انه بدأ العيان ده يحصل له اديما مرة تانية في الحالة دي ريلابس، او بدأ يظهر تاني البروتين في اليورين، ودي ليها مواصفات معينة وهنتكلم عليها، لكن مبدئيا ممكن يحصل له بلس 2 البومنوريا فور 3 كونسيكوتيف دايز، او بدأ يدخل تاني في نفروتيك رينج بروتينوريا، وفي الحالة دي بسمي العند ده في ريلابس، وهنتكلم بعد شوية عن التعريفات دي. يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده حضراتكم، الصور بتبين الكلينيكال برزنتيشن بتاع النفروتك سندروم. ده البافي ايليتس، وده البيتنج لور لينب ايديما، وده الاسايتس، وده السكروتال ايديما. هنا بقى الانفستيجيشنز، هاو تو انفستيجيت يور بيشنت وزن نفروتك سندروم، اظن سهله جدا. احنا اول حاجه لازم نعملها اللي هو تحليل بول، وده عشان نحدد اذا كان في بروتينوريا او نوت، وهل البروتينوريا دي نفروتك رينج بروتينوريا يعني كافي انها تعمل نفروتك سندروم، ولا بروتينوريا مع اذر كونديشنز. الطريقه المعروفه والمظبوطه فعلا ان هو نجمع بول 24 ساعه ونحدد فيه نسبه البروتين. لو البروتين معدي 2 جرام بير داي يبقى ده نفروتك رينج بروتينوريا، لكن في بعض الاطفال بيبقى صعب جدا ان احنا نجمع لهم بول 24 ساعه، عشان كده بنستعيض عن كده بعينه الصبح من البول. العينه دي بتبقى نقيس فيها نسبه البروتين، وبنقيس فيها نسبه الكرياتينين، وبنقسمهم على بعض ونطلع حاجه اسمها اليورين بروتين كرياتينين ريشيو. الطبيعي بتاعها انها تكون اقل من 2/10، التمييز بتاعها ملي جرام على ملي جرام. لو من 2/10 الى 2 ده بنسميه بروتينوريا بات نون نفروتيك رينج، 2 فما اكتر بنسميها نفروتيك رينج بروتينوريا، وهي دي اللي بتبقى في حالة النفروتيك سندروم. طبعا في طرق تانية يعني مش بالدقة لكن ممكن تسهل الأمور شوية علينا، اللي هو بعض الأحيان تلاقي الطفل لما بيعمل، مامته بتقول لك لما بيعمل يورين كتير بيدخل رغاوي كتير في التويلت، دي بتخلي في توقع بس إن في عندك مشكلة ناحية إن في بروتينوريا في اليورين، لكن غير ذات قيمة. وفي عندنا الديبستيك أو الشرايط، إن أنت بتدخل الشريط في عينة بول وبتقارن اللون اللي اتحول ليه بالألوان اللي موجودة على العلبة، ودي اكوردنج لتغير لون البول، اللون بتاع الشريط بنقول انه ده بلس 1 بلس 2 بلس 3 اند بلس 4 البومنوريا، وطبعا كل ما تزيد معناها ان في بروتينوريا جامده. طبعا بلس 2 اور مور ده معناها ان في هيفي بروتينوريا موجوده عند الطفل. في عندنا اذر انفستيجيشنز، زي ما اتفقنا هيقل البروتين توتال بروتين، وملي السيرم البون هيكون قليل في السيركوليشن، ونفس الكلام السيرم كوليسترول هيبقى عالي في معظم الحالات. في اذر انفستيجيشنز سبيشالي الحاجات اللي انت شاكك فيها ان يكون سكندري نفروتك سندروم، سواء ايمونولوجيكال ديس اوردر زي السيستميك لوبس، بنعمل
C3 وسي 4 بنعمل اي ان اي وانتي دبل ستراند دي ان اي. لو انت شاكك في انفكشن بنعمل الهيباتيتس بي وسي والاتش اي في. بنفس القصه بنعمل الاذر انفستيجيشنز الكترولايتس كيدني فانكشن سي بي سي والكيدني الترا ساوند عشان نطمن على شكل الكيدني اخبارها ايه. غالبا بتبقى سلايتلي انكريزد ان سايز ده برضه في النهايه انفلاماتوري بروسيس بتحصل في الكيدني. بالنسبه للجينيتك ستاديز ممكن نعملها لو احنا في فاميلي ممبرز افكتد او في بعض الحالات لو احنا فور اكيوريت دايجنوزز. بلس ان احنا المفروض قبل اي عيان ما ياخد كورتيكوسترويد المفروض ان احنا بنستبعد وجود التي بي عنده، وده ممكن بيتعمل بالتشست اكس راي والمانتو تيست. وده احنا مقصرين فيه كتير، لكن التي بي موجود يا جماعه والمفروض ان احنا نعمل التست ده قبل ما نديه كورتيكوسترويد. الحاجه التانيه بقى المهمه ان في عندنا رينال بايوبسي، ورينال بايوبسي دي ممكن نلجا ليها قبل ما ابدا. انا شخصت خلاص العيان عنده نفروتك سندروم وقبل ما ابدا كورتيكوسترويد اطلب له رينال بايوبسي. ليه بقى؟ لو عمره اقل من سنه او اكتر من 12 سنه، وده معناها ان العيان ده غالبا مش ايديوباثيك نفروتك سندروم، فما تضيعش وقتك معاه وتدي له كورتيكوسترويد بدون داعي الا لما تشخصه ايه السبب بتاع النفروتك سندروم، او انه كان قبل ما تعمل شخصته بس قبل ما تدي له كورتيكوسترويد وانت عامل له انفستيجيشن لقيت السي 3 بتاعه كونسيوم. السي 3 ده اللي هو الكومبلمنت 3، وفي الحاله دي لازم العيان ده ان انا اعمل له البايوبسي عشان اشوف ليه السي 3 بتاعه كونسيوم. لانه في الايديوباثيك طيب المينيمال اكشينج اللي هو اكتر نوع في الاطفال ده ما بيبقاش معاه السي 3 كونسيوم. في بعض الاحيان برضو العيان جاي من الاول وهو عنده نفروتك سندروم بس اسوشيتد ويز هيماتوريا وهايبرتنشن، وفي الحاله دي مجمع الكريتيريا بتاعت النفروتك سندروم والنفرايتس، وفي الحاله دي بنسميها نفريتك نفروزز. نفريتك يعني نفرايتس، ونفروزز اللي هو النفروتك سندروم. في الحاله دي برضو لازم اعمل له رينال بايوبسي لان ده غالبا برضو مش ايديوباثيك وما ضيعش وقت معاه. في بعض الاطفال بعد ما يبداوا كورتيكوسترويد للمده المبدئيه اللي هي 4 اسابيع يبتدي ما يستجيبش للكورتيزون خالص، وفي الحاله دي بسميه ستيرويد ريزيستنت نفروتك سندروم، وفي الحاله دي لازم اعمل له رينال بايوبسي عشان اشوف ايه الاندرلاينج باثولوجي اللي موجود في اللي هو الكدني. بعض الاحيان بعض المدارس بتلجا ان في حالات حاجه اسمها فريكوينتلي ريلابسنج نفروتك سندروم او فريكوينت ريلابسنج نفروتك سندروم اللي هو كل شويه يجيله ريلابس، ياخد العلاج يتحسن ويرجع له ريلابس مره ثانيه. اكتر من مرتين في 6 شهور او اكتر من 4 مرات في السنه في الحاله دي بيسموها فريكوينت ريلابسنج نفروتك سندروم. وفي مدارس بتقول لما يحصل حاجه زي كده المفروض تعمل له رينال بايوبسي، لكن في بعض المدارس الثانيه بتمشي بالعلاج من غير ما تعمل رينال بايوبسي لحالات الفريكوينت ريلابسنج نفروتك سندروم. طيب يا جماعه بالنسبه بقى مين اللي هو المانجمنت، في كلمتين ونص. العلاج الرئيسي بتاعنا هو كورتيكوسترويد. احنا قلنا ان في عندنا مشكله في الميون سيستم في العينين دول، فانا بندي بوقف الميون سيستم عن الشغل ده بديه الكورتيكوسترويد سيراب. الكورتيكوسترويد سيراب هنا ده العلاج الرئيسي، وده بنديه بدوز بندي البريدنيزولون اورال بدوز 2 مللي جرام بالكيج بردي، وده بياخد العيان يوميا لمدة 4 أسابيع. وبعد ال4 أسابيع لو العيان مستجيب أنا ببتدي أعمل جرادوال ويزدرول لغاية ما أوقف الكورتيكوسترويد. لو مش مستجيب بعتبره ستيرويد ريزيستنت نفروتك سندروم، وفي الحالة دي بعمل له رينال بايوبسي علشان أشوف إيه الباثولوجي اللي موجود في الكيدني، وأدي العلاج حسب أو بروتوكول العلاج حسب اللي هيطلع في الرينال بايوبسي. في اديشنال ثيرابيز تانية ممكن العيان ده علشان يبتدي يستجيب بياخد وقت في خلال الشهر ده، وممكن الإديمة بتاعته تبقى ماسف ومحتاج حاجة تساعده. في الحالة دي أنا بديله من بره حاجة اسمها ألبومين أند دايوريتيك ساندويتش، يعني بدي الألبومين وبدي وراه دايوريتيكس زي الفروزيمايد. الألبومين ده فكرته إنه لما بيدخل جوه السيركيوليشن بيرفع البلازما أونكوتيك بريشر، فبيسحب الفلويدز من الانترستيشال سبيسز ويدخلها جوه السيركيوليشن، والدايوريتكس بتعمل فورس الدايوريسيز
على اساس ان العيان ينزل يورين كتير ويقلل الاديمه اللي موجوده عنده. لكن حذاري ندي دايوريتكس لوحدها، لان زي ما انتم عارفين الفريزوميد بيشتغل على الانترا فاسكولار فوليوم، وبالتالي هينزل كميه فلويد زياده من السيركوليشن اللي هي اوريدي قليله. يعني العيان عنده هايبوبوليميا، وبالتالي انت هتعمل مور اند مور هايبوبوليميا باستعمال الدايوريتك لوحدها، وده ممكن يعرض العيان لحدوث سلاجش سيركوليشن وتؤدي في النهايه لحدوث ثرومبوزز، وممكن يحصل له سيريبرال ثرومبوزز وسيريبرال انفاركشن، تبقى مشكله كبيره. عشان كده لو هتستعمل الفروزيمايد يفضل تستعمله مع الابلي، يكون اديت العيان البون وتدي وراه الفروزيمايد انترافينوس علشان يعمل فورسد دايوريسس. بالنسبه للانتي هايبرتنسيف دراجز، مشهور جدا احنا بنستعمل الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيتورز في العينين دول، لانها ليها بنعمل هيت تو بيردز ويز وان ستون، يعني انت بتضرب عصفورين بحجر واحد. اللي هو ايه؟ لو العيان عنده هايبر تنشن، سواء الهايبر تنشن جاي من الكورتيكوستيرويد او كان عنده هايبر تنشن نتيجه للرينال ديزيز، بيقلل بيعمل كنترول للبلاد بريشر، وفي نفس الوقت الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيتورز ليها انتي بروتونوريك افكت، وبالتالي بتقلل البروتينوريا كأديوفنت ثيرابي للكورتيكوسترويد. يبقى لو هتستعمل انتي هايبرتنسيف دراجز فعني يفضل تستعمل مين؟ الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيتورز. طب افرض العيان ده ما عندوش هايبرتنشن، برضه ممكن تستعمل الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيتور بالغرض التاني اللي هو انتي بروتينوريك افكت، بس بدوز ايه؟ قليل. بالنسبه للدايت العيانين دول يفضل ياخد البالانس الدايت العاديه، لكن بننصحه شويه نصايح. اولا يقلل الملح في الاكل على اساس الملح ما يعملش سولت ريتنشن وبالتالي يزود الاديمه وممكن يرفع البلاد بريشر. الحاجه الثانيه ان احنا العيانين دول بالنسبه للبروتين ياكل بروتين العادي بالكميات المسموحه العاديه للاشخاص العاديين اللي هو ريكومندد ديلي الاونس، لا يزود بروتين ولا يقلل بروتين. امتى نعمل ريستريكشن للبروتين؟ فقط لو حصل اكيوت كيدني انجري، لكن غير كده بنستعمله عادي خالص. لان انت لو زودت البروتين في الوضع العادي بتاع النفروتوك سندروم هينزل وهيحصل برضه لص عن طريق اليورين، ما عملناش حاجه، لكن انا بديله الجرعات العاديه من البروتين على اساس ان هو النورمال جروس بتاعه، ومع ذلك برضه الجروس بيبقى ايه؟ افكتد. النقطه الثانيه المهمه ان انت لو اديت بروتين كتير ما هو برضه هينزل بكميات كبيره عن طريق اللي هو الكيدني، وده هو نفسه نزول البروتين من عن طريق الجلوميرولار بيزمنت ميمبرين بيعمل انجري فيه، يعني البروتينوريا نفسها بتعمل انجري وسكارنج في الكيدني ليتر اون. بالنسبه للبوتاسيوم مش هنعمل له ريستريكشن الا لو العيان كان عنده هايبر كاليميا، وطبعا من اشهر الحاجات اللي فيها بوتاسيوم مشهوره جدا والاطفال بتحبها اللي هي الموز، وبالتالي ناخد بالنا من النقطه دي. بالنسبه للي هو الكورتيكوستيرويد لما العيان بياخدها بتخلي نفسه للاكل مفتوحه جدا، تحس العيان عنده بوليفاجيا يقول لك هياكلنا يا دكتور في البيت. في الحاله دي لازم تقلل من الحاجات اللي الاطفال بيحبوها زي النشويات والمحاشي والعيش الابيض والفينو والمياه الغازيه والبيبسي والجاتوهات والحلويات والكلام ده كله، لازم نحاول نقلله علشان ما يزودش الوزن بتاع الطفل وتضطر غصب عنك تزود الوزن او الجرعات الكورتيكوسترويدز. بالنسبه للكومبليكيشنز، اي كومبليكيشن تظهر عند الطفل سواء كان ظهر له فيبر يعني في انفكشن نعالج الانفكشن، حصل له ثرومبوزز بنحاول نتدخل بسرعه ونعالجها، ولو دخل العيان في ريلابس بنعالج الريلابس مره ثانيه، لان الريلابس يعتبر واحد من الكومبليكيشنز وده ليه طريقه في العلاج. برضو نبدا بالكورتيكوسترويدز وممكن نعمل لها جرادوال ويزدرول اسرع من الانيشال اتاكس. ما ننساش العيانين دول بيحتاجوا نعمل لهم اميونايزيشن سبيشالي اجينست الكابسوليتد اورجانيزمز اللي قلناهم في الاول، اللي هو النيوموكوكاي والمننجو كوكاي والهيموفلاس انفلونزا. وما تنساش ان العيانين دول بنحتاج نديهم لو دوز اسبرين على اساس ان احنا بنقلل من حدوث البليتلت اجريجيشن، وبالتالي بنقلل من حدوث الثرومبس فورميشن ونحافظ عليه من حدوث ثرومبوزز. ده بصوره عامه التريتمنت بتاع النفوتيك سندروم، لكن الفكره كلها ان العلاج الرئيسي او الكورنر ستون بتاعه في العلاج هو الكورتيكوسترويد ثيرابي.
لكن الحاجات التانية دول بنسميهم adjuvant therapies، يعني بنساعد في الموضوع. لكن لو في اي حاجة تتعارض مع الكورتيكوستيرويد، في الطفل مش رافض ياخد العلاج، فتختار له مين؟ هتختار له العلاج الرئيسي بتاعه هو الكورتيكوستيرويد بس اللي هو ايه هياخده. النفروتيك سندروم دي كديفرنشال دايجنوزز من اذر كوز اوف جنرالايزد دي، مش كل واحد جاي مورمها اقول النفروتيك سندروم، لازم يفرقوا من الحاجات التانية، سواء كاردياك سواء هيباتيك سواء نيوتريشنال سواء انجيونيوريتيك اديما. قبل ما احط ايدي في العيان واديله كورتيكوسترويد لازم افرق ده برايمري ولا سكندري، لان لو سكندري لازم اعالج الاندرلاينج كوز الاول، يقوم النفروتيك سندروم تبقى ريزولفد. لكن لو برايمري ببدأ معاه البروتوكول اللي قلنا قبل كده، ولازم افرق لو حصل اكيوت كيدني انجري في حالات النفروتيك سندروم افرقها من اذر اكيوت كوزز اوف اكيوت كيدني انجري. طبعا في البروجنوزز بتاع العيانين دول، الايديوباثيك نفروتيك سندروم اللي هو المينيمال تشينج نفروتيك سندروم ده احسن نوع، لو بيستجيب للكورتيكوسترويد بنسميه ستيرويد ريسبونسيف نفروتيك سندروم، والبروجنوز بتاعه ويل اند جود. لكن الفوكال سيجمنتال جلوميروس كوندروزز ده من الحاجات اللي هو السيئه في البروجنوز بتاعها، وغالبا بعد فتره طويله حتى لو العين معاك كويس غالبا بيدخل في اند ستيج رينال ديسيز، وممكن يحتاج دياليسيز او يحتاج رينال ترانسبلانتيشن. طبعا الايج اوف اونست، لو قلنا في النفروتيك سندروم كل ما يكون الايج اوف اونست صغير كل ما يبقى الريسبونس بتاعنا كويس، لكن لو لقينا طفل جاي مثلا عنده 11 12 سنه وجايب نفروتيك سندروم وده الفيرست اتاك، غالبا البروجنوز بتاعه مبقاش كويس. والستيرويد ريسبونسيف كل ما كان ستيرويد ريسبونسيف كل ما كان افضل، لكن لو ستيرويد ريزيستنت يبقى البروجنوز بتاعه مش كويس. السكندري نفروتيك سندروم ده بيعتمد على الاندرلاينج ايتيولوجي، لو مثلا انفكشن وريزولفت خلصنا الموضوع كويس جدا، لكن لو immunological ديس اوردر وليكن مثلا سيستميك لوبس ارثيماتوزس ده نفسه ممكن المالتي سيستم ديزيز، وده ليه كومبليكيشنز جامده، وبالتالي البروجنوزز مش على قد النفروتيك سندروم بس، ده على قد الديزيز ده مأثر على اذر بودي سيستمز ازاي. كونجنتال النفروتيك سندروم يوجوالي باد بروجنوزز، وغالبا العيال عند سن من 4 ل 5 سنين غالبا للاسف بيبقى لوست. طيب بالنسبه للنفروتيك سندروم التيرمز المفروض تعرفها ايه؟ في عندنا حاجة اسمها استرويد ريزيستنت، اللي هو العيان بياخد كورتيكوسترويد لمدة 4 أسابيع وما بيستجبش بالجرعة الكاملة بتاعته، يعني failure to response to full dose daily كورتيكوسترويد for 4 weeks. طيب امال ايه الاسترويد ديبندنت؟ استرويد ديبندنت it means two consecutive relapses، يعني 2 relapses ورا بعض occurring during corticosteroid withdrawal or within 2 weeks of its stoppage، يعني انت عمال تدي كل ما تيجي تسحب الكورتيكوستيرويد عنده يحصل له ريلابس، او كل ما توقف بعدها باسبوعين يحصل له مين ريلابس. في الحاله دي بسميه ستيرويد ديبندنت نفروتيك سندروم. وفي الفريكوينت ريلابسر او الفريكوينت ريلابسنج نفروتيك سندروم، ده اللي هو اكتر من 2 ريلابسز في 6 مانثز او اكتر من 4 ريلابسز في 12 مانثز، وقلنا على دي فريكوينت ريلابس. دول بعض الترمات اللي حضرتك المفروض تبقى عارفهم. اخر حاجه هقولها لحضرتك بس ان بعرفها، اللي هي قصه البروتينوريا. امتى اعرف ايه الطرق اللي تحدد بيها البروتينوريا؟ اشهر الطرق اللي احنا اتكلمنا عليهم، رقم واحد تجميع بول 24 ساعه وحدد فيه نسبه البروتين في المعمل اللي هي اكتر من 2 جرام بدل الفروتيك رينج، او نعمل السبوت يورين سامبل بروتين كرياتينين ريشيو اللي هو البروتين كرياتينين ريشيو في عينه بول الصبح، لو طلعت اكتر من 2 يبقى ده نفروتيك رينج بروتينوري. الطبيعي بتاعها اقل من 2 من 10، من 2 من 10 ل 2 ده اسمه نان نفروتيك رينج بروتينوري. طيب في طرق تانية، في من ضمنها مين بالديبستيك اللي هي الشرايط، تحط الشريط في عينة بول وتقارن اللون اللي اتغير للشريط على باللون اللي موجود على العلبة، ودي بتبقى بريزنتد بايه؟ نيل او بلس 1 بلس 2 بلس 3 اند بلس 4. طبعا بلس 2 وانت طالع ده داخلين في نفروتيك رينج بروتينوري. برضو عندنا نفس القصة، ممكن بنعمل بحاجات تانية زي طريقة الغلي، ان انا امسك انبوبة املاها يورين وامسكها من عند الابر سيرفيس بتاع اليورين واحطها على لهب واشوف لما تغلي واشوف اذا حسب درجة التعكير او تكوين كواجولم
في الحالة دي بقول لك بقى ايه بلس 1 بلس 2 بلس 3، ودي رف ميثود ومش اكيوريت لكن بتساعدنا في بعض الاحيان. بلس ان انت بعض زي ما اتفقنا الحاجات التانية اللي هو بعض الامهات بتروح تشوف الفروسي سيكريشنز في ولا الطفل في التويلت وتقول لك ده بيعمل رغاوي لما يعمل يقعد. لكن الطريقتين الاساسيين هما مين؟ طريقة ال 24 hour urine collection واشوف فيها نسبة البروتين، او البروتين كرياتين ريشيو في مورنينج سبوت يورين سامبل. في طريقه تانية اللي هو اقول لك يعني هو هيفي بروتينوريا دي معناها ايه زي ما اتفقنا كده الكلمتين اللي احنا قلناهم قبل كده. لكن في عندنا طريقه تانية اللي هو بيعملوها عن طريق ليها حسبه تانية في الاطفال اللي هي اكتر من 40 مللي جرام بير سكوير متر سيرفيس اريا بير اور. ده لو اكتر من 40 يبقى في الحاله دي اسميها نفروتك رينج بروتينوريا. الطبيعي اقل من 4 مللي جرام بير سكوير متر سيرفيس اريا بالاول. طب من 4 ل 40 دي اسمها بروتينوريا بات نون نفروتيك رينج بروتينوريا. اوكي ده بالنسبه للي هو الجزء الاخير. طيب نعمل سامري كده. السامري ده يقول ايه؟ ان النفروتيك سندروم لازم تبقى عارف تعريفها. التعريف ده اللي هو ايه العيان ده انا شخصته بروتينوريا هايبوبروتينيميا جنراليزد اديما اند هايبر كوليستيروليم. الحاجه الثانيه ان العيان ده قبل ما احط ايدي في العيان هو برايمري ولا سكندري؟ طيب برايمري اشهر نوع في البرايمري مين؟ المينيمال تشينج، وده اشهر نوع بيجي في الاطفال. طيب وده هيبقى بريزنتد بايه؟ المين بريزنتيشن بتاعه اديما او بلس اور ماينس كومبليكيشن معاه. طب ايه اشهر كومبليكيشن؟ معروفه الكومبليكيشن بتاعته اللي هو الانفكشن دي اشهرهم، الثرومبوزز ماشي، الاكيوت كيدني انجري وارد، الكومبليكيشن بتاع الكورتيكوستيرويدز تمام او يحصل له مين ريلابس. طيب الانفستيجيشنز المشهوره اللي هو ان انا اعمل مين؟ لازم يكون في هيفي بروتينوريا. بدون هيفي بروتينوريا ذير از نو دايجنوزيس اوف نيفروتيك سندروم. وبعد ما اشوف في البروتينوريا اشوف في الهايبوبروتينيميا سبيشال الالبومين. الثريشولد بتاع الالبومين عشان يقل ويعمل اديما لازم يكون اقل من 2.5 جرام بالديسيليتر، اللي هو ده لما يقل عن 2.5 جرام يبتدي يحصل مين اللي هو الاديما في الاطفال دي. طبعا بعد ما عملنا الاثنين دول الاساسيين، طبعا الكوليسترول لازم يكون اكتر من 200 مللي جرام او اكتر من في بعض التكست كاتبه 250 مللي جرام. في الحاله دي يبقى هايبر كوليستيروليم. العيان ده بنعالجه ازاي؟ كلمتين ونص. العلاج الرئيسي بتاعه كورتيكوسترويد والاديشنال بقى اللي هو الدايت والتريتمنت اوف انفكشن الانت هايبرتنسيف الالبومين والدايوريتكس، وبندي بعض اللودوز اسبرين عشان الثرومبوزز وتريتمنت اوف ريلابس. الكورتيكوسترويد زي ما احنا قلنا كده بنعالجهم بايه؟ بالبريدنيزولون اورال 2 مللي جرام بير كيج بير داي كل يوم لمده 4 اسابيع، وبعد كده بنبتدي نعمل بلادرز درول لو العيان استجاب. العيان ما استجابش ببتدي اعمل مين؟ رينال بايوبسي، عشان اللي هيطلع في رينال بايوبسي ابتدي ادي البروتوكول بتاعه. تمام. اتمنى تكونوا استفدتوا من المحاضره، ولو في اي اسئله ممكن تتواصلوا معايا عن طريق الـ موقع الجامعه، وان شاء الله ارد على استفساراتكم جميعا ان شاء الله. ولو عايزين اي جزء تاني يتشرح ان شاء الله انا تحت امركم فيه، تبلغوني ان شاء الله وانا اسجله لكم. وكل سنه وحضراتكم طيبين. اتمنى لكم السلامه، وربنا ان شاء الله يزيح الغمه بتاعه الكوفيد 19 على خير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.